أهلا بكم. لطالما كان الحديث عن الحيوانات العملاقة مذهلا ومثيرا نظرا لامتلاك تلك الكائنات الضخمة صفات أسطورية مدهشة، وقد نسجت حولها الخرافات والأساطير منذ قديم الزمان. وحتى يومنا هذا ما زالت تتردد القصص الخرافية التي تصور لنا الحيوانات والكائنات العملاقة التي وجدت على الأرض في أول عهدها بصورة تفوق الخيال، كالتنين المجنح والحيتان التي تحمل مدنا على ظهورها، والسلاحف والأفيال بالغة الضخامة، جميعها مخلوقات أسطورية ما زالت حية في قصص الخرافات والأساطير فقط. ولكن ماذا عن الواقع؟ قد كان تاريخ الأرض الجيولوجي غنيا بالكائنات العملاقة الحقيقية والتي انقرض أغلبها بالفعل ولم يعد موجودا منها سوى القليل والذي لا يقارن بها من حيث الحجم، كالحوت الأزرق على سبيل المثال والذي يزن حوالي 150 طنا ويعتبر هو أثقل كائن على الأرض حاليا. ولكن في يوم من الأيام كان يسكن الأرض عدد هائل من الحيوانات الضخمة كالديناصورات التي تعتبر أضخم الكائنات التي عاشت على الأرض في الماضي البعيد. وبخلاف الديناصورات عاشت على الأرض أيضا أنواع مختلفة من الكائنات العملاقة والتي يعتبر بعضها أسلافا لبعض الأنواع الموجودة حاليا والبعض الآخر منها اختفى تماما، ولذلك فهي تعتبر غير مألوفة بالنسبة لنا. اليوم سوف نتعرف معا على بعض الكائنات العملاقة التي سكنت الأرض منذ قديم الزمان، وسنكتشف أيضا كيف كان تأثير التغيرات البيئية المختلفة على تلك الكائنات. ابقوا معنا. ميغانيورا. ميغانيورا هي جنس من الحشرات العملاقة المنقرضة التي كانت تعيش على الأرض خلال العصر الكربوني منذ نحو 300 مليون سنة، وهي تشبه وترتبط باليعاسيب الموجودة حاليا، ولكنها تختلف عن اليعاسيب في بعض الصفات مثل تركيب الجسم وغيرها. ويبلغ باع جناحي الميغانيورا حوالي 65 سنتيمترا، وقد تم اكتشاف أول حفرية للميغانيورا في فرنسا عام 1880، واكتشف العلماء أن السر وراء عملاقة تلك الحشرات يكمن في التغيرات البيئية التي حدثت في الماضي، تحديدا التغير في نسب مكونات الجو في ذلك الوقت. فمنذ 400 مليون سنة تعلمت النباتات كيفية إنتاج مادة قوية جديدة تعرف بالليجنين، والتي تسمح للأشجار بالنمو لارتفاعات كبيرة لتصبح أكثر مقاومة للتعرض للكسر بفعل الرياح. ولكن بعد موت تلك الأشجار وسقوطها على الأرض لم يتمكن أي نوع من الميكروبات أو المؤكسدات الطبيعية من تحليل خشب الأشجار الميتة لإعادة مكوناته إلى التربة ومن ثم إلى الدورة الطبيعية للمواد، لذا فقد تراكم الخشب في التربة المستنقعية الرطبة على مدى سنوات وتدريجيا تحول إلى فحم. وبفضل عملية البناء الضوئي أخذ الكربون في الاختفاء من النظام البيئي، ومن جهة أخرى أخذ مستوى الأكسجين في الارتفاع في الجو أكثر فأكثر، وبالتالي فإن مفصليات الأرجل وغيرها من الكائنات التي يعتمد حجمها على قدرتها على إيصال الأكسجين إلى أعضائها الداخلية قد تحولت إلى كائنات عملاقة. وقد أثر تغير تكوين الهواء في ذلك الوقت أيضا على خصائص الطيران لدى الحشرات، حيث تأثرت الديناميكا الهوائية، فقد كانت نسبة الأكسجين في الهواء خلال العصر الكربوني 35% على الأقل، ويرجح أن ذلك كان هو السبب الأساسي في عملاقة الميغانيورا وغيرها من الحشرات في ذلك الوقت. ويعتقد أيضا أن موت الميغانيورا وانقراضها بعد 100 مليون سنة من تعملقها كان نتيجة لعدم قدرتها على التأقلم على انخفاض نسبة الأكسجين في الجو فيما بعد. أرثروبيليورا. الأرثروبيليورا هي دودة عملاقة تشبه الدودة الألفية، ولكن طولها يتجاوز المتر ونصف المتر وعرضها نصف متر تقريبا. عاشت الأرثروبيليورا على الأرض خلال العصر الكربوني تحديدا من 340 إلى 280 مليون سنة مضت، وهي أكبر اللافقاريات التي عاشت على اليابسة في كل العصور. وقد تم العثور على بقايا وأجزاء من جسم ذلك المخلوق تجاوز طولها المتر في أماكن متفرقة من ألمانيا، وعثر أيضا على أثار أقدام للدودة في اسكتلندا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. ويعتقد أن تلك الدودة كانت تمتلك جسما مصفحا ومقسما إلى 36 جزءا،
وأنها كانت تتغذى على أوراق الأشجار وبقايا النباتات، حيث عثر الباحثون على بقايا نباتات غير مهضومة في قناة الدودة الهضمية. ويعتقد بعض العلماء أن الأرثروبيليورا متوسطة الحجم كان بإمكانها تناول طنا من الطعام سنويا، ويفترض البعض أن الأرثروبيليورا صغيرة الحجم كانت نباتية، بينما الديدان كبيرة الحجم فكانت تعتمد في غذائها على الصيد والتغذي على الحيوانات الصغيرة. والانقراض الأرثروبيليورا صلة وثيقة بنقصان نسبة الأكسجين في الهواء الجوي في بداية العصر البرمي، حيث أنها في ذلك الوقت كانت قد تطورت الميكروبات والفطريات وأصبحت قادرة على تحليل مادة الليجنين. وبعدها تغير تكوين الهواء الجوي مرة أخرى مؤثرا بذلك على مناخ الأرض وعلى كل الكائنات الحية الموجودة عليها. تمساح اللحم الساركوساكاس، أو ما يعرف بتمساح اللحم، هو جنس منقرض من تمساحيات الشكل وذو صلة قرابة بعيدة بالتمساح الحالي. عاش منذ 112 مليون سنة خلال العصر الطباشيري المبكر في الغابات الاستوائية في إفريقيا وأمريكا الجنوبية، وهو واحد من أكبر الزواحف الشبيهة بالتمساح على الإطلاق، حيث وصل طوله إلى 12 مترا وكان يزن حوالي 8 أطنان. وقد عثر علماء الحفريات على فك متحجر لتمساح اللحم في النيجر عام 1997، وكان طول ذلك الفك يعادل طول إنسان بالغ. ويعتقد أن تمساح اللحم لم يكن يتغذى على الأسماك فقط، ولكنه كان يتغذى أيضا على الديناصورات الصغيرة. امتلك تمساح اللحم جمجمة ضخمة بالغة القوة يصل طولها لمتر تقريبا، وكان يمتلك فما دائري الشكل يمكنه من الإمساك بالفرائس بقوة، وامتلك فكا احتوى على أكثر من 100 سن ضخمة. وتميز تمساح اللحم بعضته القوية والمميتة التي تفوق قوة فك التمساح الحديث كثيرا. والجدير بالذكر أن أسلوب الصيد لدى تمساح اللحم كان يختلف عن أسلوب الصيد لدى التمساح الحديث، فالتمساح الحديث يمسك بفريسته بين أسنانه ويمزقها إربا ويدور بها عدة دورات في المياه. أما تمساح اللحم فكان يقضم الفريسة قضمة واحدة فيقطعها إلى نصفين في الحال. ميتوبوسوراس من الكائنات العملاقة التي سكنت الأرض منذ ملايين السنين، حيوان برمائي آكل للحم وذو رأس عريض ومفلطح، ويشبه حيوان السلمندر، يعرف بالميتوبوسوراس، والذي يعتبر هو السلف الأعلى للكثير من البرمائيات الحديثة كالضفدع وسمندل الماء. تم العثور على أحفوريات وبقايا الحيوان المتحجرة في ألمانيا وبولندا وأمريكا الشمالية وإفريقيا والهند. وصل طول حيوان الميتوبوسوراس إلى مترين تقريبا، وقد تميز بأطرافه الضعيفة وأسنانه التي يتجاوز عددها 100 سن. ويعتقد أنه كان من الحيوانات التي لا تحب قضاء وقت طويل على اليابسة، فقد كان يفضل الماء كبيئة للمعيشة معظم الوقت. ويذكر أنه قد تم العثور على بقايا حيوانات الميتوبوسوراس البالغة متجاورة في مجموعات بعيدا عن الشواطئ والمسطحات المائية، بينما صغار الميتوبوسوراس فقد عثر على بقاياها بالقرب من الأنهار وعلى الشواطئ. وبذلك استنتج العلماء أن الحيوانات البالغة كانت ثقيلة وبطيئة الحركة، وبالتالي لم تكن تقوى على السير للوصول للمسطحات المائية، فماتت حيث هي. أما الصغار فكانوا أكثر نشاطا وقدرة على السير للوصول للمياه، وكان الميتوبوسوراس يتبع أسلوب الهجوم السريع في الصيد والانقضاض على الفرائس تحت الماء. ويؤكد العلماء أنه كان من الحيوانات البارعة في الصيد، وذلك من خلال ملاحظتهم لموقع العيون في الرأس، حيث أن موقع العيون المثالي كان من شأنه أن يمكن الحيوان من تقدير المسافات بدقة. وبعد واحد من الأحداث العظيمة التي أدت إلى انقراض العديد من الكائنات في ذلك الوقت، اختفت حيوانات الميتوبوسوراس وانقرضت، وكان ذلك قبل 200 مليون سنة، مما أتاح الفرصة للديناصورات للهيمنة على الأرض في ذلك الوقت. حيوان الميجاتير البهضم أو الميجاتير أو الميجاثيريم، هو جنس من الحيوانات يتبع الفصيلة البهضمية المنقرضة من رتبة الشعرانيات. وكلمة ميجاثيريام هي كلمة ذات أصل يوناني وتعني الوحش العملاق. يعتبر الميجاتير واحدا من أكبر الحيوانات الثديية البرية، وهو السلف الأعلى لكل من حيوان الكسلان والمدرع وآكل النمل، وكان في حجم الفيل الحالي،
حيث كان طوله 6 أمتار ووزنه 4 أطنان. استوطن حيوان الميجاتير أمريكا الوسطى والجنوبية في وقت متأخر من العصر الحديث وحتى نهاية العصر الجليدي، وكان يستخدم أطرافه الخلفية في المشي ويعتمد على ذيله أيضا كنوع من الدعم. وقد تم العثور على بقايا له يعود تاريخها إلى نحو 5 ملايين سنة ماضية، ويعتقد أن تلك الفصيلة قد عاصرت الإنسان، حيث أنها انقرضت منذ حوالي 11,000 سنة فقط. وقد كان حيوانا ضخما وقويا ولكنه كسول، وامتلك الميجاتير هيكلا عظميا بالغ القوة، ويعتقد أنه كان يتغذى في الأساس على أوراق الأشجار، ولكن بعض العلماء يعتقدون أنه كان من آكلات اللحوم نظرا لامتلاكه أطرافا طويلة بها مخالب ضخمة وقوية تبدو وكأنها خلقت من أجل الصيد والافتراس، ولكن ربما تكون وظيفتها هي مساعدة الحيوان في العراك أو الدفاع عن النفس فقط. طيور الرعب فورس راسيدس أو طيور الرعب هي جنس من الطيور اللاحمة التي لا تطير، وقد عاشت خلال العصرين الباليوسيني المتأخر والبليستوسيني المبكر في الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، أي منذ 60 مليون سنة، وانقرضت منذ 2 مليون سنة ماضية، وتعتبر هي الأسلاف العليا للنعام الحالي، وقد تم تحديد طولها من 1 متر إلى 3 أمتار. ويقال أن طائر الرعب كان قادرا على ابتلاع كلب متوسط الحجم، وقد تم العثور على أكبر جمجمة لطائر الرعب وكان طولها حوالي 75 سنتيمترا. في البداية كان يعتقد أن انقراض طيور الرعب كان بسبب الإنسان، ولكن النظرية الحديثة تؤكد أنها انقرضت قبل ظهور الإنسان على الأرض، وتقدر سرعة تلك الطيور بحوالي 50 كيلومتر في الساعة، لذلك فكان من السهل عليها الإمساك بأي فريسة، بجانب امتلاكها منقارا طويلا معقوفا وحادا يشبه إلى حد كبير منقار الطيور الجارحة الحالية، وذلك لمساعدتها على تمزيق لحم الفريسة بسهولة. أجيروكاسيس منذ أكثر من 480 مليون سنة سكن بحار الأرض كائن ضخم يعرف بالأجيروكاسيس، وهو حيوان بحري منقرض طوله متران، وكان لهذا الحيوان صفين من الزعانف على طول الجسم، كما كان مزودا بخياشيم للتنفس، وهذا النوع يشبه إلى حد كبير المفصليات البحرية المعاصرة كالقريدس وسرطان البحر، ويعتمد نظامه الغذائي على تصفية مياه البحر لاستخراج الكائنات الحية الدقيقة العالقة به. وساعدت أحفوريات هذا المخلوق الغريب العلماء على اكتشاف مراحل تطور العناكب الحديثة والحشرات والقشريات، وقد تميزت تلك الكائنات بتركيب أجسامها غير الاعتيادي، حيث توصل العلماء إلى أن هيئتها تشبه الروبيان مع زوائد مسننة وأفواه شبيهة بأفواه قناديل البحر، وجسمها شبيه بخيار البحر. عقارب البحر أقارب البحر هي مجموعة عملاقة منقرضة من شعبة مفصليات الأرجل والمتصلة بالعنكبوتيات، وصل طولها إلى 2 متر تقريبا، وهي تجمع في الشكل بين كل من العنكبوت والسلطعون، وكانت تفضل الحياة في المياه العذبة، لذلك فمنذ حوالي 390 مليون سنة كانت تعيش عقارب البحر في قيعان الأنهار والبحيرات، وكانت تتغذى على الأسماك. وقد تم العثور على حفرية لمخلب عقرب البحر طولها 0.5 متر تقريبا، وكان ذلك في أثناء جولة استكشافية في ألمانيا، ويعتقد العلماء أن ضخامة تلك الكائنات كانت لها علاقة قوية بمستوى الأكسجين في الجو خلال تلك الفترة، حيث كانت نسبة الأكسجين في الجو حوالي 35%، وهناك فريق من العلماء يعتقد أن عملاقة تلك الكائنات هي بسبب عوامل أخرى كالخصائص الميكانيكية للهيكل الخارجي وحركة الجسم والتنفس. البوا الهائلة منذ حوالي 60 مليون سنة، وبعد فترة وجيزة من زوال الديناصورات، تطور نوع من الأفاعي كان أضخم مرتين من أضخم الثعابين الموجودة حاليا، وعرفت تلك الأفاعي بالبوا الهائلة أو التيتانوبوا، ويتجاوز طولها 14 مترا وتزن أكثر من طن واحد، وقد تم وصفها في عام 2009 بعد العثور على فقرات متحجرة وجماجم في منجم للفحم في كولومبيا، ويعتقد أنها السلف الأعلى لكل من الأناكوندا والأصالة العاصرة، حيث أنها كانت تسحق فريستها حتى الموت كحال أقاربها المعاصرين، كما كانت التماسيح ضمن ضحاياها.
وقد كانت تعتمد على الحرارة الخارجية للبقاء على قيد الحياة، حيث أنها لم تكن تستطيع تنظيم درجات حرارة أجسادها. وقد وصلت تلك الأفاعي العملاقة إلى حجمها فقط لأن الأرض كانت أكثر دفئاً وقت تطورها. القرش الأبيض العملاق، نوع عملاق من أسماك القرش المنقرضة قبل حوالي 28 إلى 1.5 مليون سنة مضت، أي في نهاية العصر الضحوي وبداية العصر الحديث الأقرب، يعرف بالقرش الأبيض العملاق أو الميجالودون، والذي يعتبر من أكبر وأقوى الظواهر في تاريخ الفقاريات، وهو القرش الذي طالما فتن العلماء وألهم عددا من كتاب الخيال العلمي والأساطير، وهو أضخم وأثقل 30 مرة من القرش الأبيض الحالي. ولكن ليست هناك معلومات أكيدة أو صحيحة حول حجم الميجالودون، حيث أنه ككل أسماك القرش لديه هيكل غضروفي، والمعروف أن الغضاريف تتحلل أسهل وأسرع من العظام، لذلك فإن الأحفوريات والأثار التي تم العثور عليها لم تساعد كثيرا في تحديد أبعاد جسم الميجالودون بدقة. ووفقا للحسابات فإن طول الميجالودون لم يكن يقل عن 16 مترا، ولم يكن يقل وزنه عن 47 طنا، وتعتبر أسنان قرش الميجالودون هي الأحفورة الأكثر شيوعا، حيث تم العثور على أحفوريات لأسنان ضخمة قوية مثلثة الشكل ومسننة الحواف طولها 18 سنتيمترا. وفي فم الميجالودون يوجد 276 سنا مرتبة في 5 صفوف في فك قوي اتساعه متران، وبإمكانه عصر الفريسة بقوة تعادل ضعف قوة عضة القرش الحديد، حيث أنه بإمكان الأسنان اختراق أي شيء حتى فقرات وضلوع الحيوانات الكبيرة. ولم يكن الميجالودون من الأسماك سريعة السباحة نظرا لحجمه الضخم، كما كان يعاني من صعوبة في التنفس وعملية تبادل الغازات، بالإضافة للأيض البطيء. وتشير الأحفوريات إلى أن الميجالودون كان يستخدم أساليب واستراتيجيات للصيد أكثر فاعلية من تلك التي يستخدمها القرش الأبيض الحالي في صيد الفرائس الكبيرة. وهناك أدلة من الحفريات تبين أن الميجالودون قد تغذى على الدلافين والحيتان الصغيرة والكبيرة والفقمات والسلاحف البحرية العملاقة، كما أن عظام الحيتان تظهر وجود أثار أسنان الميجالودون محدثة شقوقا عميقة، مما يوضح أن هذه الحيوانات البحرية كانت هي الهدف الرئيسي للميجالودون. ومع انخفاض درجة حرارة الأرض وتجمد المحيطات في بداية العصر الجليدي وتغير مسارات التيارات المائية ونقص الغذاء بنهاية عصر الميوسين وظهور نوع جديد من الحيتان القاتلة، أخذت فصيلة الميجالودون في الاختفاء، حيث أنها لم تستطع التأقلم مع كل تلك الظروف حتى انقرضت تماما وحلت محلها الحيتان الضخمة. شكرا على المشاهدة، وننتظر آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي. وللمزيد من الفيديوهات العلمية والوثائقية اشتركوا بالقناة. إلى اللقاء.